موضوع اليوم عن ورد الجوري. راح أتكلم عن الجوري من بداية زراعته إلى إزهاره، مثل ما يقولون راح أتكلم عنه من الألف إلى الياء. إذا أخذنا إحنا مجموعة الزهور الموجودة عندنا في بداية شهر 9، يعني نص 9، أبدأ بعملية تقليم جائر لورد الجوري. الهدف من عملية التقليم اللي هو إنبات عقل جديدة وعمل تهوية ما بين الأغصان. هذا الورد قبل عملية التقليم. نبدأ الحين حاليا في عملية تقليم جائر. أبدأ قصان الزهرة من تحت وأخذ منها جميع الأفرع والأغصان. راح استفيد منهم بالزراعة، راح أعلمكم شلون كاثر الورد. طبعا أنا قاعد أتكلم عن الورد الموجود عندي اللي هو الورد المحمدي والورد الدمشقي مثل ما يسمونه، أو في بعضهم يسمونه الورد العراقي اللي يكون لونه وردي. طبعا هذا الورد المحمدي الموجود. أبدأ بعملية التقليم. في نحاول احنا في عملية التقليم ان احنا نقص الأغصان القديمة اللي مر عليها سنتين او اكثر، ونبدأ بعملية وضع فراغات ما بين الزهرة وابعاد العقل ما بين بعض. بعد ما بدينا في عملية التقليم الجائر، أخذ الأغصان الموجودة أوديها عندي في المحمية. أبدأ بعملية وضع عقل بحدود 60 سنتي بهذا الشكل، 30-60 على حسب الرغبة. ترى مهي محتاجة، أهم شيء أن أنا عندي 3 براعم. اخترنا الهرمون الجذري، والهرمون الجذري مفيد لعملية نمو الهرمون. أنا راح أعلمكم أكثر من طريقة في عملية إكثارها. طبعا اللي ما عنده محمية يستخدم الطريقة هذه اللي هو استخدم أنا الهرمون الجذري، وأخذ قارورة موجودة وأحطها داخل القارورة، وبعد ما أضغط عليها بشكل ممتاز، بعد ما أخلص أغطيها في كيس بلاستيك وأبدأ بعملية الري. بعد فترة بسيطة راح نلقى أن العقلة بدأت تنمو مثل ما احنا نشوف. هذه المرحلة الأولى بدأت تنمو، بعد تعطيكم مراحل ثانية في النمو أكبر، وأبدأ أنا في عملية زرعها في الأرض. هذه طريقة ثانية اللي يسمونها طريقة التطعيم. أنا لما أستخدم الجوري عندي طريقتين، يا يعني أما يكون تطعيم عن طريق العين أو العقل. أنا قاعد أستخدم طريقة العقل. أنا عندي مقص تقليم، أبدأ عملية قص العقلة اللي أنا محتاجها بهالطريقة. ممكن تكون بهالطريقة، ممكن تكون عكس، ما في مشكلة. المهم ان اللحائين الداخليين يلتصقون في بعض. ننتبه احنا نطعم انه ما يكون القلم معكوس، وانا احط له علامة اعرف القلم مكانه صحيح او خطأ، لان اكثرهم يسوي معكوس فيفشل ويا التطعيم. بعد ما التصق اللحامين ويا بعض، انا جربتها العام بالدباسة ونجحت وياي، فابدي انا ادبسها. والهدف من التدبيس هو تثبيتها من حركة الرياح فقط لا غير. الاهتمام الأكثر في عملية التطعيم، يعني أنا أقدر أختار أي نوع من أنواع الجوري، هولندي، عراقي، مصري، المهم أن يكون عملية الالتحام واللصق تكون قوية. وبعد ما أبدي أنا أحط لها تيب، أنا عندي تيب زراعي، مو مشكلة أقدر أستخدم تيب عادي. المهم أني أنا أتجنب عملية دخول الهواء داخل الغصن. بعد ما خلص ألفها بتيب عادي، أقوي التيب الموجود وسد كل فراغ ممكن يتخلي منه هواء. مهم جدا في عملية التطعيم اللي هو الحرص في الحركة علشان لا ينكسر معاي الغصن. بعد ما خلصت أنا الغصن لفيتها في تيب أسود حماية فقط لا غير، أو تأكيد إن ما دخل لي أي فراغ من الهواء. أقوم أنا أغطيها في كيس بلاستيك وأرد مرة ثانية هم أتيبها. وبعد ما أغطيها بكيس بلاستيك يهمني إن ما تعرض لأشعة الشمس، فأقوم أحط لها جريدة فوق أي شيء
في ناس يحطون قارورة، في ناس يحطون جريدة، المهم إن ما يوصلها أشعة الشمس. طبعا هذا شوف شلون طلع وياي نوعين من الورد، ممكن يطلع وياك ثلاثة أربعة. هذا اللي طعمتها العام، راح أرويكم مكان التطعيم. هذا مكان التطعيم، ما شاء الله عليها، بدأت هالسنة تعطيني زهرة، طبعا مو موسم التزهير. فالطريقة أنا حصلت على شتلة فيها أكثر من نوع من أنواع الجوري، ممكن يكون الأحمر، البنفسجي، الوردي، على حسب ما أنا أبي أو على حسب المتوفر عندي. هذه عملية التطعيم، طبعا عندنا تطعيم بالعين، أنا ما استخدمتها واكثارها في المشتل. عندي الطريقة الثانية اللي هي طبعا تعتبر أسهل، لكن هذه عملية إكثار، مهي عملية تطعيم. إني أنا بعد ما قصيت قص جائر استخدمت العقل وزرعتها في المحمية وعطيتها هرمون جذري واشتغلت عليها مثل ما احنا نشوف. بعد عملية القص ضروري جدا تسميد الأرض وتهويتها. طبعا تسميد الأرض ممكن احنا نستخدم أكثر من سماد، نستخدم السماد الحيواني، النباتي، الكميات ما عندي مشكلة. أنا بلشتها لما أسمد ما عندي مشكلة بالكميات، المهم أن يكون عندي تسميد جيد. الورد الجوري جميل، أمراض بسيطة، عندك البق الدقيقي وعندك العنكبوت الأحمر، هذا ممكن احنا نستخدمه في رش مبيد جاهز مثل الثوم والبصل والصابون، نخلطهم ونرشهم حق الزهره.